هي الأكاديمية هنا ممتازة ما شاء الله، وفي اهتمام جدا بالبنات ومستواهم، ودايما بيحصلوا على مراكز عالية، لأن أنا كنت بدرب في كذا مكان قبل كده، بس جيت المكان هنا على سمعته، ولما جيت فعلا لقيت ان في اهتمام جدا باللعب. انتوا اكتر ناس منظمه شفتهم في حياتي. انا جربت اكاديميات كتير قبل كده، بس الاكاديميه هنا بجد منظمه جدا وفيها نشاطات مختلفه حتى لاولياء الامور، ودي حاجه لطيفه جدا مش اي حد عاملها يعني. شكرا على مجهوداتكم معانا جدا، كل حاجه كويسه. جميل جدا والله، انا ما كنتش متخيله ان هي هتستمتع كده. احلى حاجه الجمل والحصان. الواحد كان قلقان علشان الزحمه، بس لا ما شاء الله منظمين كويس جدا. يوم النهارده جميل جدا بصراحه، فاق كل التوقعات. احنا كنا فاكرين انه يوم ترفيهي عادي، بس ما شاء الله فعلا عرفوا يبسطوا الاولاد جدا، يعني ان شاء الله يبقى في تقدم كده دايما. الأكاديمية بيتنا التاني، علشان الكباتن والإدارة بيقدموا لنا بصراحة خدمة ممتازة، فربنا يوفقهم ويوفقنا معاهم إن شاء الله. بالنسبة للأكاديمية ككل صراحة يعني هي الأكاديمية كويسة جدا ومتميزة في ألعاب كتير. الحقيقة بشكر جدا الأكاديمية على المجهود اللي هي عاملاه، وبشكر الكباتن جدا، بيقوم صراحة مجهود كويس جدا مع الأولاد ودايما في تقدم. بالنسبه ليوم النهارده بصراحه تنظيم رائع وكويس جدا، وكان يوم جميل يعني، وبسطنا جدا انا واولادي. وبشكر الاكاديميه جدا على مجهودها النهارده، اليوم جميل جدا والولاد اتبسطوا جدا جدا. طبعا انا مبسوطه جدا ان انا في اليوم ده النهارده، لانه يوم رائع بصراحه، احنا اتبسطنا والولاد اتبسطوا.